احنا اصحاب مطعم في قطاع غزة نشتغل فش وطحال، لقينا الوسيلة الوحيدة هي حاليا موجودة داخل غزة، الوسيلة الوحيدة هي قصر الفلافل، عسبة انه فيش لا اكل ولا شرب، مساعدات خفيفة بتعدي على قطاع غزة، طيارات الأردنية يخلف على الأردن ومصر برمولنا يعني عن طريق الطيران على طريق المظلات، ناخد المظلات هذه نستخدمها كوسيلة أن نصل حالنا. احنا هنا عملنا يعني شفنا المظلات يعني كويسة تسطر، اليوم الوضع ما بسمح انه مع الواحد فلوس، نزلت علينا هن الاردن نزلت هي مظلات استخدمناها وعملنا فيها خيمة، فهم كيف سطرنا حالنا هنا والحمد لله رب العالمين، صامدين رغم الحصار ورغم الدمار ورغم الابادة ورغم كل حاجة صامدين والحمد لله ومن الله يا محلاه.